هل تشعر أحياناً أنك فشلت في تربية أولادك؟ وهل تعاني من عقوق الأبناء في المنزل؟ هل تلوم نفسك على نوعية التربية التي قدمتها لأبنائك؟ اليوم سنتعرف على 10 نصائح أقدمها لك أخي الحبيب لتربية الأبناء معظمنا يغفل عنها. ابدأ بتطبيقها منذ هذه اللحظة. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كثير منا يلوم نفسه، لماذا لم أربي أبنائي بهذه الطريقة؟ لماذا أعطيتهم المزيد من العطف والحنان؟ لماذا لم أفعل كذا؟ لماذا كذا؟ اليوم أخي الحبيب سنتعرف على مجموعة من النصائح يجب أن تتعلمها، يعني سواء فشلت في الماضي أم أنك مقبل على تربية الأبناء يجب أن تتعلمها وتتدارك ما فاتك في الماضي، وبخاصة الأمهات. النصيحة الأولى أخي الحبيب، ابدأ بنفسك. الابن يحتاج للقدوة الصالحة، يعني من غير المعقول أن الأب يكذب طوال اليوم ثم يفاجأ أن ابنه بدأ يكذب، هذه نتيجة منطقية. يعني أنت في البيت يجب أن تقدم لهم نموذجا من الصدق، الأمانة، الدقة في الموعد، احترام الآخرين، صلة الرحم، العطف على الآخرين، نموذج من التسامح. يعني أنت عندما تشتم زوجتك أو تضربها أو تقسو عليها أو تتلفظ بألفاظ بذيئة أمام أبنائك، أنت زرعت في داخلهم تربية سلبية ستؤتي ثمارها فيما بعد، ستنعكس عليك هذه الإساءات فيما بعد عندما يكبر هذا الولد وأنت لا تدري لماذا حدث ذلك. بينما عندما تتسامح مع الأم، تتجاوز عن أخطائها، تكرمها، وهذا الشيء طبيعي أمرك الله به، وعاشروهن بالمعروف، والنبي قال استوصوا بالنساء خيرا، فأنت تطبق تعاليم القرآن وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام عندما تعفو وتتسامح وتتمالك أعصابك وتمتنع عن الغضب والانفعالات. هذا الأمر له أثر كبير جدا في التربية أخي الحبيب. لذلك من أخطر الأمور انفعال الرجل وغضب الرجل في بيته وانتقاصه لزوجته، والعكس صحيح، أحيانا الزوجة هي التي تسيء للأب وتحاول السيطرة عليه وتسيء له لفظيا و معنويا إلى آخره. فكل هذا الطفل مثل الإسفنجة، يشرب ويمتص ثم يعطيك ما قدمته له. النصيحة الثانية، لا تنتظر حتى يكبر هذا الطفل، ابدأ به منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، أسمعه آيات من القرآن. لا تنتظر هذا الطفل حتى يأتي ثم يكبر وكل يوم تقول لا زال صغيرا، لا، الطفل يتذكر ويتأثر ويميز منذ عمر 2 شهر، يميز بين العدل والظلم، يميز الوجوه الخبيثة من الوجوه البريئة بعمر 2 شهر، هكذا تقول الدراسات العلمية أخي الحبيب. وأنا أقول لك ابدأ منذ بداية الحمل، أسمعه صوت القرآن، لأن الدراسات أثبتت أن الجنين في بطن أمه يسمع الترددات الصوتية ويتفاعل معها ويتأثر بها، وبخاصة صوت أمه. فإذا أنا أبدأ به منذ الحمل، ثم عندما يأتي للدنيا أقرأ له القرآن، أسمعه كلام الله باستمرار،
ينام على كلام الله. الدماغ يخزن المعلومات أثناء النوم، بالإضافة أنني أعطيه توجيهات، هذا يجوز هذا لا يجوز، من دون أن أعنفه، من دون أن أقول له لماذا فعلت كذا أو لم تفعل كذا، لا، أنا أرافقه وأدله على الصواب. النصيحة الثالثة، يجب أن تكون فنان بالاستماع لهم. استمع، لا تعتبر أن هذا الطفل أو هذا الابن مجرد آلة في البيت عليه أن يطبق ما تأمره به، لا، استمع له ولو دقائق كل يوم، حاوره، الحوار، تواصل معه، هذا ضروري جدا. لماذا؟ يزيل الحاجز بينك وبينه، ويبدأ يشكو لك همومه، وبالتالي إذا كان هناك شيء سيء في داخله ستتعرف عليه مبكرا وتعالجه، بدلا من أن يبقى ويكبر وتنصدم به أنه أصبح عاقا لك ولأمه. النصيحة الرابعة، وهذا أكد عليه النبي في عدد من الأحاديث، يجب أن تكون عادلا مع أبنائك. العدل، الطفل بعمر شهرين كما قلنا، المولود الحديث الولادة عمر شهرين، يميز بين الخير والشر، ويميز بين العدل والظلم، وهناك تجارب أجريت حقيقة يعني. فإذا يجب أن تتحلى بالعدل مع الأبناء، لا تعطي واحد على حساب الآخر، وأظهر لهم هذه العدالة. هذه العدالة هم سيكونون عادلين معك ومع إخوتهم، مع أنفسهم ومع أمهم. إذن العدل ضروري. هناك أحيانا، لا أريد أن أقول قسوة، ولكن أن تضع حدود لما هو مسموح ما هو ممنوع. يعني مثلا الكذب ممنوع، أنا لا أسمح بالكذب، هذه قاعدة أساسية. قد أتجاوز عن كثير من الأخطاء، ولكن الكذب لا. الاستهزاء بالدين، النميمة على الآخرين، الإساءة للآخرين لا أسمح به، هكذا يجب. لأنك إذا تجاوزت عن إساءة ابنك للآخرين سيأتي يوم يسيء فيه لك. إذن يجب أن تضع له حد للأشياء الخطيرة. بقية الأخطاء يعني يمكن أن يتجاوز عنها الإنسان، الأخطاء البسيطة. النصيحة السادسة، يجب أن تضع لهم قدوة. اليوم الإعلام للأسف احتل مكان الآباء، أصبح يضع للأبناء قدوات فاشلة، يضع لك ممثل شاذ جنسيا يضعه قدوة للأولاد، كيف سيخرج هذا الطفل؟ يضع لك مثلا إنسان مشهور تلتف حوله النساء مثلا، وهو فاشل في حياته الزوجية وفاشل في حياته الاجتماعية، لكنه مشهور، يضعه لك قدوة ليفسد المجتمع. فإذا يجب أن تقرأ لهم مثلا قصص من الصحابة، قصص القرآن، الأنبياء، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كل يوم أعطيت ابنك موقف ولو دقيقة، يعني دقيقتين، ماذا فعل النبي، كيف صبر، كيف تحمل أذى من أساء إليه، كيف تعامل مع أعدائه، كيف غفر لأهل مكة، كيف صبر على أذى جاره اليهودي، كيف كان كريما، كان لا يخشى الفقر يعطي، كيف كان حريصا على الذكر، حريصا على الصيام، وهكذا. كل يوم أعطيه معلومة، لو كل يوم معلومة، يعني في السنة 365 معلومة، 10 سنوات 3650 معلومة، يعني سيصبح كمبيوتر يعني دماغه. غذيه بالمعلومات كل يوم 3 أو 4 دقائق فقط، ولكن هذه المعلومات تتراكم
وتعطي ثمارها بعد حين. علمه حب الخير. النصيحة السابعة: شجعه على العلم. يجب أن يكون العلم له قيمة عندك. إياك أن تقول له إن العلم، ماذا سيعطيك العلم، أو ماذا أو ماذا، كما يحدث بعض الناس يستهزئون بالمتعلمين ويقول لك مثلا الصنعة الحرة. حتى الصنعة الحرة تحتاج إلى علم، يعني حتى أي مهنة تحتاج إلى علم حقيقة. لذلك شجعهم على العلم وأن يكسب معلومات أكثر، وأعطيه مكافأة، استخدم أسلوب المكافأة معه. النصيحة الثامنة: دائما تذكر أن تكون إيجابيا معه. يعني أحد علماء النفس حسب كم مرة يقول لابنه لا عبر مثلا 10 سنوات، لا تفعل، لا لا تفعل إلى آخره، تبين أنه يقول هذه العبارة 10,000 من المرات. 10,000، لم يكن يتصور ذلك. كلها معلومات سلبية تقحمها في دماغ ابنك. النبي كما في رواية سيدنا أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال: لم يقل لشيء لما فعلت كذا أو لم تفعل كذا. كان دائما يوجهه بتربية إيجابية. أما أن يلومه، اللوم حقيقة أسلوب يعني رديء في التربية، أن تبقى تلوم، لا، قل له: لا مشكلة، أنت هنا أخطأت، ولكن الأفضل أن تفعل كذا، في المرة القادمة أنتظر منك هذا الفعل. تشجعه، تشعره بخطئه وتشجعه. هذه تربية إيجابية، تجنب الأوامر السلبية. النصيحة التاسعة: علمهم الاعتماد على أنفسهم. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الآباء الذين لديهم عاطفة قوية تجاه أبنائهم. يقول لك الولد صغير، صغير، طيب متى ستعلمه؟ يعني اختبره أن يعتمد على نفسه، كلفه بمهام، وهو يفرح على فكرة، كلفه بمهام صعبة أحيانا يفرح بها. تعال مثلا ساعدني في هذه القضية، نريد أن نشتري هذا الجهاز، ساعدنا مثلا، حمله جزء من المسؤولية، نخطط للقيام بكذا، تعال وساعدنا على هذه المهمة. لا تتعامل معه وكأنه حجر يعني أو تمثال، لا، هو كائن حي يحتاج إلى تجارب، يحتاج يوميا كلفه بمهمة. القضية العاشرة أخي الحبيب، يجب ألا تنسى موضوع الحب، العطف، الحنان، الرحمة، القبلة. القبلة لها مفعول السحر، أن تقبل ابنك في رأسه مثلا، تعطيه جرعة هائلة من الحنان، جرعة إيجابية كبيرة جدا. أن تحدثه بأنك تحبه، أنك حريص عليه، أشعره بالحنان. طبعا أخيرا يعني لا تنسى الدعاء، لا تنسى الأمور الأساسية في الدين، أن تعلمه الصلاة. يعني هذه تحدثنا عن نصائح عامة، ولكن القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأن تعلمه الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن، ولكن ليس قراءة ميكانيكية أن يحفظ فقط، لا، أن يتدبر، أن يتأمل. كلفه بتفسير آية من القرآن، اجلس وابحث لي عن تفسير هذه الآية، نريد أن نتناقش حولها، نريد أن نعلم ماذا يقول الله في هذه الآية، لماذا قال كذا لم يقل كذا. هذا الأمر أخي الحبيب يعطيه طاقة هائلة ليتجه باتجاه العلم والإيمان والعمل الصالح، وبالتالي
ستجد أن هذا الولد سيطيعك مجبرا، لأنه سيطيع الله أولا، لأن القرآن سيعلم هذا الطفل بر الأبوين وأهمية البر وأهمية العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على تربية أبنائنا تربية صالحة. وأختم بكلمة أخي الحبيب، إذا كان ابنك عاق، يعني أنت قمت بما يجب أن تقوم به، فلا تحزن. ابن سيدنا نوح كان كافرا وأبوه نبي، فإذا هذا أمر الله لن تغير فيه شيئا، ولكن أنت تقدم ما أمرك الله به وتصبر على هذا العقوق أو على هذا الابن مع الدعاء له، فعسى الله أن يهديه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.